يعني ما شاء الله لعبت على المستوى العالمي في سويسرا وفي ألمانيا وتألقت بشكل لافت للنظر. ما كانش لسه الأهلي بهذا الزخم وبهذه النجومية، صحيح. لكن الآن وأنت أصبحت مسؤول في النادي الأهلي، شايف الدنيا والأهلي، وإحنا عملنا الكاونت من 1 لحد 10، شايف الدنيا ماشية إزاي، شايف الأهلي بالفعل قدر يحط رجله مع الأندية العالمية، قدر يبقى في مصاف الأندية الكبرى، خصوصا أنه الحمد لله 10 مشاركات، 4 ميداليات برونزية ومشاركات فعالة وشكل جيد دائما للنادي الأهلي. ما فيش شك طبعا، يمكن في فترة التسعينات الحقيقة ما كانش في أي نادي مصري على المستوى العالمي أو على مستوى الاهتمام العالمي بشكل كبير جدا، لكن الحقيقة كمان بتفكرني بأيام جميلة الحقيقة، لأن كمان على فكرة شعار النادي الأهلي كان موجود. نعم. من أول ما رحت لنيو شاتل ذا ماكس سنة 90. نعم. هتقولي إزاي؟ لأن هناك لعيب جديد بيتقدم بشكل رائع، لعيب كان اول لعيب مصري تقريبا يلعب في الدوري السويسري. لا مش تقريبا، انا كنت انت اقول لعيب فعلا. فنزل طبعا السي في بتاع هاني رمزي، فطبعا ولاد واحد من ولاد النادي الاهلي، فتواجد شعار النادي الاهلي على هذا السي في وعلى هذا البرزنتيشن. كمان انتقل في اي نادي كنت بروحه بيعملوا زي البروفايل لكل لعيب، في كروت كده بتتعمل يبقى اللعيبه بتمضي عليها، بيبقى فيها السي في بتاع اللعيب من ورا. فبيحط هاني رمزي كان بيلعب مثلا في نيوشاتل، دلوقتي فيردا بريمن، كان لاعب في النادي الاهلي. فالحقيقه اسماء الانديه المصريه ما كانتش متواجده بشكل كبير في اوروبا. لكن لا، انت بتتكلم على يمكن 10 سنين اللي فاتوا، لا تواجد الحقيقه تواجد النادي الاهلي وبقوه وبشكل اكتر من رائع على الاحداث العالميه. ده نتيجه شغل كبير جدا، وده مش اي الحقيقه مش اي نادي يوصل لهذه المرتبه، انك تتواجد على المستوى الاوروبي. ده شيء رائع جدا. اكيد محترفينا في الخارج بيساعدوا ان هم الناس تتفرج ما بين قوسين على الكره المصريه، ولكن بالاخص النادي الاهلي اللي بيتواجد دايما في المحافل العالميه وبنتائج جيده، ممكن جدا تتواجد وما يكونش ليك بصمه في اي دوله او في اي بطوله تخشها. لكن الحقيقه النادي الاهلي في السنوات الاخيره في كاس العالم للانديه دائما وابدا بيكون صاحب ميداليه، دائما وابدا بيكون صاحب اداء جيد جدا. وهذه النسخه الحقيقه نسخه انا شايف انها يعني نسخه ممتازه، نسخه رائعه من كاس العالم. نعم. تواجد النادي الاهلي بهذه الصوره، وزي ما قلنا لو بنتكلم على القيمه التسويقيه للنادي الاهلي وبنتكلم على عدد الرعاه اللي ان شاء الله باذن الله كمان يزيد بعد هذه البطولة الدولية، ده شيء مهم جدا جدا. ان شعار النادي الاهلي كمان من شهر كان بيزين شوارع فلوريدا ونيويورك، مزبوط. كل الاندية العالمية، ودلوقتي زي ما بقول لك النهارده ان شاء الله مش احنا بس، مش قناة النادي الاهلي بس اللي هتشوف شعار النادي الاهلي، العالم كله الحقيقة. بسم الله ما شاء الله. فشيء من الفخر، وده شيء يسعد. يعني انا لو مكان اللعيبة الحقيقة لازم يعني الواحد يتمنى ان البطوله دي بكره. انا حاسس كاني عايز ارجع تلعب. والله وخالد بيبو عايز يسخن. يعني بص يا كابتن، انت عايش معانا اجواء كاس العالم. والله طبعا انت اللي عشت معانا، انا عشت معاكم. انت هنهزر ولا ايه؟ شفت النبي يا خالد اولها كده. انت كابتن اللي سيبه. انا حبيبي اصلا. لا كنت طبعا يعني انت بتحس يا كابتن بمتعه ما بعدها متعه، واعتقد هذه النسخه من كاس العالم للانديه هي بمثابه كاس عالم للاعبين. ده صحيح.